مهرجان دبي لمسرح الشباب، والذي يعد تظاهرة ثقافية تقام سنويا في إمارة دبي بتنظيم من هيئة الثقافة والفنون في الإمارة، يهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية في دولة الإمارات من خلال مشاركة عديد الفرق المسرحية المحلية لتسليط الضوء على إبداعاتهم والتعرف على مواهب وإمكانات كل العاملين على إظهار العمل المسرحي. هذه المهرجانات تستقطب الصفوة من الناس وكذلك المبدعين والمهتمين بالحركة الثقافية بدولة الإمارات أن يحضر في هذا المسرح، أن يرى، أن يشاهد، أن يستمتع الحقيقة، أن يستقطب فنانين أكثر، أن يشوف الحقيقة مبدعين سواء في الإخراج، سواء في التمثيل، سواء في الفنية، في السينغرافيا، فهاي ضروري جدا. نسخة هذا العام من المهرجان ستكون الأكثر تميزا عن الدورات السابقة لشمولها على عروض ثرية بالمعاني والقيم السامية المستمدة من مبادرة عام زايد، الأمر الذي سيشكل عاملا محفزا لرفع نسبة المنافسة بين الفرق المحلية المشاركة، إضافة إلى وجود فعاليات متنوعة مصاحبة تدخل البهجة في قلوب محبي المسرح من الكبار والصغار. الهدف الرئيسي من إطلاق مهرجانات شبابية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضخ القطاع المسرحي بالمواهب الشابة للارتقاء بهم واحتضانهم ووصولهم إلى الاحترافية، وفي نفس الوقت نحن نحاول أن ننمي قدراتهم ونوصلهم للجانب اللي هم حابين يوصلونه. عرض الافتتاح وكما هو متوقع بدأ بمسرحية الحكيم الشاعر، حيث قدمت المسرحية في إطار ممزوج بين الغناء والدراما والاستعراض لمقولات وأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات. ركزنا في هذا العام طبعا على موضوع إبراز قيم ومآثر الشيخ زايد طيب الله أثره ودور الشيخ زايد ونهج الشيخ زايد في الاهتمام بالشباب، ونحن في عام زايد الخير، فالمهرجان إن شاء الله نتمنى أن يعكس هذا الموضوع من خلال العروض المختلفة للمسارح المختلفة بالدولة. المهرجان في دورته هذه سيمتد ل12 يوما يتم خلالها عرض 9 مسرحيات مشاركة في مسابقة المهرجان، إلى جانب العديد من العروض والفعاليات المتنوعة من عروض للأداء والعروض الكوميدية والارتجالية. مهرجان دبي لمسرح الشباب هذا يعد ظاهرة ثقافية إماراتية تسلط الضوء على إبداعات الفرق المسرحية الإماراتية من خلال توفير هذه المنصة لهم والتعرف على إبداعات الشباب ومواهبهم كل بدوره على المسرح. عبد الله الزعبي، قناة الغد، دبي.